قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن، خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.